السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا زعبك عاملين؟ الحمد لله بخير. والله حضرتك شكنا صلاة الإمام، عدم صحة صلاة الإمام تساوي عدم صحة صلاة المأمومين؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم. إلا إذا كان المصلون يعرفون مثلا كفر الإمام، أو يعرفون أنه يصلي بغير وضوء، حينئذ صلاتهم فيها نظر. لكن هو إذا كان سيئا في خلقه، وسمعنا منه كلمات سيئة بعد العشاء وقد صلينا معه، صلاة تجزئ. طيب لا أقصد لو هو دخل الصلاة بدون وضوء وكان ناسي يعني لو مش متوضي، ودخل صلى ركعة واثنين وبعد كده افتقر وخلف واحد بعد منه، يكمل على اللي هو صلى ولا لا؟ يبدأ صلاة من جديد. يبدأ من جديد؟ اي نعم. يعني إذا فاتت ركعتين أو ثلاثة يبتدي من أول؟ ايوه، نقض وضوءه في الصلاة، يبدأ يتوضأ يمشي صلاة من الأول.